نشكركم جميعا. الله يخليكم، انا اللي بهديكم. بدي اشكر كل الناس اليوم على مجيء على الضريح، ضريح الشهيد رفيق الحريري اللي دفع دمه لهالبلد. رفيق الحريري كان عنده مشروع، ومشروعه هو المستقبل، مستقبل هالبلد، مستقبلكم شباب وبنات، ومستقبل هالبلد. استشهد لأنه كان معتدل، استشهد لأنه كان وسطي، استشهد لأنه كان حامل مشروع معه لينهض بهذا البلد. بدي أشكر كل الناس اللي نزلت على الساحة وقالت الفاتحة. بدي أشكر كل الطوائف وكل الناس اللي عزوني امبارح واليوم. بدي أشكر كل اللبنانيين اللي وقفوا. الله يخليكم. الله يرحمه. خلينا نقرا الفاتحه على روح الشهيد رفيق الحريري. فاتحه يا شباب. بحدكم ومعكم وبالنتيجة مثل ما بتقولوا كل شيء بوقته حلو. وسعد الحريري ما بيترك الناس ولا حتركهم. قولوا للكل، الله يخليكم، قولوا للكل انتم رجعتوا على الساحة، انتوا رجعتوا للساحة وبلاكم ما في شيء ماشي بالبلد. الله يحفظكم ويحفظ لبنان ويحفظ اللبنانيين واللبنانيات. والله يخليكم، وان شاء الله كل شيء بوقته حلو ويعطيكم العافية. وانا بشكركم.